هلا والله يا جماعة، اليوم جايب لكم وصفة لذيذة وسهلة لتحضير معجنات بالعجينة الذهبية. قبل لا نبدأ، لا تنسون تشتركونا في القناة وتضغطونا على زر اللايك عشان تشوفون كل جديد. مكونات العجينة: راح نحتاج كوب حليب 250 مل، ملعقة سكر، ملعقة خميرة خبز، ملعقة خل، 3 ملاعق زيت، ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، بيضة واحدة، 3 أكواب دقيق. أول شيء نعجن العجينة جيداً، بعدين نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة قبل لا نجمع العجين. نغطي العجين ونخليه يرتاح حتى يتضاعف حجمه لمدة لا تقل عن نصف ساعة. في هالأثناء نجهز حشوة المعجنات. نبدأ بوضع قليل من الزيت في مقلاة على نار هادئة. نضيف البصل، الثوم، الطماطم والكفتة. نرش عليهم شوي ملح وأفضل البهارات اللي تفضلونها. بالنهاية نضيف القليل من الكزبرة والبقدونس، وبهذا نكون خلصنا تحضير الحشوة. بعد ما يتضاعف حجم العجين نقسمه إلى كرات صغيرة لتسهيل التشكيل زي ما تشوفون. كل شيء نفرد العجينة بشكل دائري ونحط ملعقة من الحشوة في الوسط، بعدين نلف العجينة على شكل مثلث ونضغط على الجوانب. هنا نغمسها في البيض المخفوق ثم نغلفها بخبز مبشور. بعد كذا نقليها في الزيت حتى تتحمر. وفي الشكل الثاني، بعد ما فردت العجينة بشكل طولي استخدمت حشوة الجبن وطيتها بهذا الشكل. جميع المكونات راح تكون في صندوق الوصف باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. All ingredients will be listed in the description box in Arabic, French and English. Tous les ingrédients seront répertoriés dans la boîte de description en arabe, en français et en anglais. بعد ما خلصت كل المعجنات غمستها في البيض المخفوق وغطيتها بخبز مبشور زي الشكل الأول. في مقلاة مع زيت ساخن على نار متوسطة أقلي المعجنات مع تقليبها حتى تستوي وتأخذ لون ذهبي، بعدين أنزلها على منديل لتصفية الزيت. عادة نقدم هذه المعجنات في وجبة الفطور أو كسناك بالمساء، شكلها بيطلع مقرمش ولذيذ وما تشبعون منها. أتمنى تزبط معكم الوصفة، وإذا عندكم أي استفسار أو حبيتوا وصفات معينة لا تترددون في ترك تعليقاتكم، راح أحاول أجاوب على الكل. لو أول مرة تشوفون قناتنا لا تنسون تشتركون وتدعمونا بلايكاتكم الحلوة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. شكراً لمتابعتكم وأشوفكم بكرة إن شاء الله.